ما حصل في تركيا هي محاولة للنظام البائد والاستبدادي الذي يريد أن يعيد تركيا إلى عهدها الكهنوتي المستبد وإلى عهد الأزمات المتالية لتركيا. ما فاجأنا هو الشعب التركي العظيم الذي كان له الدور الأكبر والرائع في دحر هذا الانقلاب، وأيضا إلقاء القبض على هذه العصابة التي تريد تركيا الدمار وتريد تركيا الخراب. نحن نعلم أن تركيا اليوم دولة متقدمة ودولة اقتصادية كبرى، هم لا يريدوا ذلك بل يريدوا تدمير تركيا. طيب إيش اللي لفت نظرك من متابعتك للانقلاب؟ لفت نظري أن انقلاب تركيا انتهى برسالة عبر التلفون من سكاي، هذا ما لفت نظري. أنا أرى أن انقلاب حق تركيا هذا انقلاب فاشل، وراه دول أجنبية تريد أن تجعل الصراع عالمي إلى حرب عالمية ثالثة، والهدف منه وراه دول تريد أن تقلب الطاولة على الشرق الأوسط بأكمله. وأحيي الشعب التركي الذي خرج ضد هذا الانقلاب، بمعنى أنهم لم يخرجوا يعلقوا صور شخصية أردوغان أو شخصية فلان أو زعطان أو معلان، إنما قاموا برفع علم التركي فقط لا غير، فإنهم لا عبدوا أشخاص فإنما دوروا وطن فقط لا غير. نتمنى من الشعب اليمني أن يكون كالشعب التركي. الانقلاب في تركيا يختلف عن الأنظمة العربية، ولا في هناك شعب حي راقي، حتى المعارضة نزلت احتجاج على الانقلاب لأنه مجموعة انقلابيين اللي قاموا بال، فعندهم الفكر عندهم عندنا عادة خطوطنا طويلة. أنت من رأيك إيش أبرز ما لفت نظرك؟ لفت نظر الشعب، التحام الشعب ووعي الشعب بقضية يعني قضية بلد. لا نقول على الشعب التركي إلا كل خير، ما رأيناه أمس بشعب تركيا فخر لنا كيمنيين، خرج الشعب كله مفضى على على الجيش. مواقف والله إن أنا شخصيا إن أنا بكيت أمس لما شفت الشعب بالوطنية هذه اللي شفتي أمس. لا أقول بعد ذلك إلا اللهم أحفظ تركيا وأحفظ أردوغان. أبرز ما لفت نظرك؟ أبرز ما لفت نظري إن الرئيس رجب أردوغان نادي الشعب التركي بتلفون، يعني بتلفون بسكايب، ومكالمة لما تزداد عن خمس دقائق خرج الشعب بأكمله إلى الشارع، منهم من رقد تحت الدبابة، منهم من طلع على الدبابة، منهم من الجيش حل بدلته العسكرية وسلاحه وأندي المواطن. واللي حصل إنه الانقلاب التف الشعب، لما تكون أنت تآزر شعبك يلتف معك، بعكس إنك لما تكون تترك شعبك. حتى الشعب لما انخرج ما هتفش باسم أردوغان، هتف بسم الله الله أكبر الله أكبر. لما تلقى من زعيمه الخروج إلى الأماكن العامة والمطاردة أفشل الانقلاب، فعصر الانقلابات التركية العسكرية انتهى الآن في ظل حكم الديمقراطية ولا. حتى أوباما يعني تأخر بإعلانه لإدانة الانقلاب، نزلوا بالوقت المناسب واداركوا المصيبة اللي كانت بتحل بالأمة كلها. أما الانقلابيين كانوا مرتبين للأسوأ، وارحم الراحمين لطاف. إيش اللي لفت نظرك؟ والله الشعب التركي أثبت أنه أكثر ثقافة وأكثر تمسك بالديمقراطية، وخيب آمال الغرب والعلمانيين والانقلابيين بالشرق الأوسط كافة. أعتقد أن كانت مؤامرة على أردوغان وعلى الإسلام، لأنه أردوغان معروف عنه أنه له علاقة كويسة أو طيبة مع الإسلاميين، وهو يمكن أعتقد أنه يمكن الرئيس الوحيد التركي اللي له علاقة بالإسلاميين جيدة داخل تركيا، هم حبوا يمكن أعتقد أنه مؤامرة على أردوغان وعلى الإسلام. إيش اللي لفت نظرك من متابعتك؟ اللي لفت نظري سرعة الأحداث في الانقلاب. لفت نظري كذلك أنه أردوغان نفسه لم يهرب، لم يخف من الموقف، بل وقف موقف شجاع زي اللي كان واثق من نفسه، ودعا شعبه إلى النزول إلى الشارع لحماية الديمقراطية. وفعلا الشعب بحبه للرئيس
لرئيسه استجاب له ونزل للشارع بساعده في نفس الوقت يعني على طول. والله ما حصل في تركيا هو عبارة عن انقلاب فاشل، لكن هو رسالة قوية للعالم للوطن العربي إن وقت الانقلاب قصير، ونحن كنا نتمنى كيمنيين أن نعرف هذا الشيء من قبل. الانقلاب لا يبني دولة، الانقلاب عبارة عن مشاريع خارجية لقضاء على الدول، عبارة عن مشروع استعماري. إيش اللي لفت نظرك من متابعتك للانقلابات؟ هو بالبداية كنت متفاجئ أنا. انقلاب خلال لحظات تركيا، لو نرى في تركيا كان عصر البناء الآن، ما حد يعني يتوقع أنه بيحصل انقلاب، لكن ما حصل، عبارة عن لعبة. والرسالة لنا أن الجيوش لا تبني أوطان. حقيقة نشيد بالشعب التركي على مواقفه المشرفة الذي وقف في وجه الانقلاب التركي العسكري في تركيا، فهذا موقف مشرف من الشعب التركي ومن المعارضة التركية الذي أيدت الرئيس أردوغان على الرئيس أردوغان ورفضت الانقلاب ونزلت إلى الشارع بمواطنيها وبمؤيديها. فهذه هي المعارضة الحقيقية في العالم الذي نشيد بها بوقوفها إلى صف الشرعية والدولة التي قامت برفع الاقتصاد التركي وإحياء السلام في الشرق الأوسط. وهناك مواقف كثيرة للرئيس أردوغان في العالم العربي والعالم الإسلامي، فندين هذه العملية التي قام به عصابة مسلحة في تركيا.